مرحبا، رجعنا لكم بيوم جديد وبأكل جديدة. يسعد مساكم ورمضان مبارك مرة تانية. إن شاء الله هيك ما تكونوا ما كون غبت عليكم كتير. اليوم رجعت لكم بأكل جديدة، هي داود باشا، أكلة بسيطة بسيطة كمان وسهلة كتير كتير. اسمها داود باشا. داود باشا هدول أهل الشام تحديدا بيتميزوا فيها. علما داود باشا أكلي جاي من عند الأتراك تحت، لأنه احتلونا زمان وعطونا أكل من أكلاتهم، فتعلمنا من عندهم شوي وتعلموا من عندنا شوي. وهي أحوال الدنيا دائما، كل أحوال لست البيت كتير كتير أكل سهلة. طبعا هي لحم خروف، مكوناتها الصلصة البندورة، صلصة البندورة، بندورة طازجة فريش، بصل أساسي فيها، ورقة الغار مثل ما قلنا، وعود القرفة لريحة اللحمة، وإذا كان فيها ريحة لأنه الخروف دائما بيعطي ريحة بسيطة، فبنروحها هيدي بالورقة الغار وعود القرفة. كمان لحم المفرومة والبصل ورشة البقدونس. لحد نبدأ بهيدا الصحن مثل ما هذا الطبق، رح فرجيكم أنا كيف رح تبل اللحم المفروم ونعمله كرات ونخلو على الفرن. بكل الأحوال حنقدم مع هيدا كمان الطبق الرز المفلفل اللي هو منقوله رز بشعيرية. مفلفل مش معناها مفلفل محاطين فلفل أسود فلفل أبيض، فلفل أسود عليه ممكن بآخر لحظة، بس مفلفل يعني محمص مع السمن مع الشعيرية، محمص منيح رز المصري تحديدا لهيدي الأكلة. وأنا بصراحة من عشاق الرز المصري، أنا بيعجبني كثير، سهل كثير طبخه وصعب كثير طبخه بنفس الوقت، بس رح فرجيكم طريقة رح تعجبكم ولست البيت حتشوف إنه ترتاح فيها كثير كثير إن شاء الله. تفضلوا خلينا نشوف. هلأ رح نتبل اللحمة مثل ما قلنا، حط لها رشة بقدونس. اللحمة مثل ما شفنا هون لحمة مفرومة خروف، من فخذة الخروف طبعا، يعني فيها شوية شحم واللحم الأحمر الموجود فيها منيح. نحط لها رشة الملح، فلفل أسود، فلفل أبيض، نحط لها البصل مثل ما قلنا، كمان رشة البقدونس يكون البقدونس ظاهر فيها، ونعجنها مظبوط مثل ما شايفين هون هيك، بصير عنا عجينة مثل ما شايفين هيك متجانسة مثل الإيد تاخدها سهلة. بنبلش نعملها كرات، نعمل كرة مش تكون كبيرة بهالطريقة هاي، هالحجم هيدا يعني تكون لقمتين مثلا. حطها صينية مثل ما شايفين هون، عملنا أكثر من وحدة هون، بس خلينا هيك نكون واضحين عليكم هيك منيح. مثل ما قلنا كرات هيك. الأكل كتير كتير بسيطة، إذا قلت لكم أنا ممكن أطبخها بربع ساعة أكثر شيء تنطبخ، بس هلا أنا ما رح أستعجل عليكم. في ناس كتير بتعرف الأكلة وفي ناس كتير ما بتعرفها، في ناس كثير بتحب تعرف اشياء جديده وطرق جديده بالنسبه للطبخه، وانا رح فرجيكم الطريقه تبعي عندي انا، وممكن انتم كمان تزيدوا شغلات ولو شفتكم ممكن اتعلمكم عادي. طيب هلا رح نحط الكفته اللي مثل ما شفتوها هون كرات، رح ندخلها على الفرن مثل ما شايفين هون. مثل ما قلت انا لست البيت طريقه سهله، اذا عندها هيدا او بسيط كثير الفويل تستعملوا، بتخلص شوي وبتكبوا برا. هلا نفتح الفرن ونحطها لمده مو اكثر من 10 دقائق، ما بدي اياها تكون تنشف بالفرن، بدي تخلي الجوز تبعها ينزل مع صلصه البندوره. خليكم معنا. هلا بوضع اللحمه بالفرن رح نعمل الرز بشعيريه، الرز المفلفل مثل ما حكينا. كتير ناس تستعمل السمن، هو طعمه رائع جدا وزكي كتير، بس بكل وقت بكل الأحوال دسم جدا. في ناس ما بتحب، كل واحد وذوقه بالأكل. أنا رح استعمل الشيء الصحي، زيت الذرة. رح أحط زيت الذرة بالطنجرة هون، شغل الغاز مظبوط،
الرز مثل ما قلنا رز زيت ذرة شعيرية. الرز المصري أنا هون منقوع، أنا أقع هون. فيني أقول شغلي كمان، رز أنا بصراحة ما بنقعه كتير رز، أنا بغسله فورا وعلى على السخن مباشرة، وبغسله وبخليه يكون مغسول بنهاية مي سخنة مشان يكون، رح أقلكن ليش هيدي الطريقة تبعي. بتابع بدرجة الحرارة، بضل ما بيكون في شيء بارد وبعدين شيء سخن وبعدين بنضاف عليه مي بارد، لا بيكون كله متتابع بالطبخة. لهيك أنا أحيانا بقول لحدا بطبخ الرز بعشر دقايق بيقولوا لي مستحيل كيف هذا، ورز مصري كمان صعب. بكل الأحوال للناس اللي ما بتحب مثلا الرز المصري ممكن تستعمل أي رز تاني، في أنواع كثير للرز، في ناس تستعمل براون رايز مثلا هذا الرز الأسمر، لا في عندهم ناس عندها حمي مثلا من السكر، الرز الأسمر كثير كويس مثلا. فحسب كل واحد شو بيحب وشو متوفر عنده، كمان أحيانا ما بلاقي كل شيء قدامي مظبوط. فخلينا هلأ نشوف شعيرية هون، الزيت سخن صار، نرمي الشعيرية هون. بالنسبة للشعيرية، بالنسبة للشعيرية وكمية الرز المطبوخ رح أقلكم على شغلي مثلا. هلا أنا بحب الشعيرية تكون زايدة بالنسبة بالرز، وبتاخد شكل وبتعطي نكهة كمان، نكهة حلوة. ففي ناس بتحب حسب هذا دائما، أنا بتفق معكم إنه الأكل أذواق يعني، بس أنا بدي أفرجيكم من أنا اللي عندي أنا. خلينا نحمص ال، والله دائما الشعيرية اللي بنستعملها دائما شعيرية اللي معروف فيه هذا نوع واحد، يعني ما تكون العريضة، تكون الشعيرية بتكون الشعيرية اللي حجمها وسط مثل ما شايفين هون. احمرت الشعيرية صارت بهاللون الذهبي هيدا، انا بغمقه شوي مشان بيعطي نكهة ألذ للرز. ف هلا رح نحط الرز فوق الشعيرية. ونحمصهم مع بعض. الرز يعني ما رح اتركه اكثر من اكثر شيء 10 دقائق حتشوفوا معنا انتم. كثير في ناس بتقول طبخت الرز وعجان وقلي رز مي قليلة أو مي كثيرة، فأنا طبعا أنا رح أضيف الملح، بس الملح ما في شيء تاني أبدا للرز. مثل ما قلنا أبيض وفلفل أبيض وفلفل أسود، لا ما في لا اسمه رز مفلفل مع الشعيرية والسمن أو الزيت محمص تحميص، هيدا اسمه مفلفل. إضافة لما بنخلص الرز ونقدمه، في ناس بتحب ترش فلفل اسود حسب مثل ما قلنا ذوق اذواق. اوكي ليش انا عم عذبني هذا ال، اوكي هلا اتحمص الرز معنا هيك، صار مع الشعيريه مثل ما شايفين هيك حمصوا مع بعض. منضيف انا بضيف المي السخنه، هلا الرز هون ساخن درجه حراره جاهزه للطبخ، وانا بسخن عندي مي سخنه هون بضيفها للرز مشان بيتابع بالطبخ، ما بحط مي بارده، اذا حطيت مي بارده حيوقف عمليه الطبخ، فبضيف له المي السخنه. بالنسبه للمي، كميه المي كمية المي تحديدا الرز المصري فوق، راح تشوفوا راح فرجيكم بس شوي فوق طبق الرز مستوى الرز يعني سماكة اصبع مش اكثر،
وبنعطيه وقت على نار خفيفة. طبعا بس يبلش يبدأ معنا يتحرك يغلي من لازم يتغطى طبعا الرز مشان ينطبخ بالبخار المي اللي كان موجود فيه، ونتركه 10 دقائق على نار خفيفة، منخفف النار تحت منه مشان ما يحترق الرز، وبياخد وضعه الطبيعي وبياخد وقته بالطبخ، وكل حبة بتكون بالتالي إن شاء الله رح يعجبكم كتير. هلأ الرز خلصنا من الرز، رح بلش أعمال ابدأ هلأ بصلصة داود الباشا. داود باشا مثل ما قلنا حطيناه بالفرن وما بدنا اياه يستوي كثير، انا هلأ قدامكم صار جاهز هون، ما بدي اياه يتحمص زياده مثل ما قلنا مشان ناخذ النكهه. مثل ما شايفين محمر شوي مشان ياخذ النكهه مع الصوص. هلأ بنبدا نحضر الصوص، كثير قليل قليل زيت لانه اللحمه موجوده هون فيها دسم بكفي. منضيف البصل، بصل مثل ما شايفين جوانح بالطريقة اللي بدكم إياها، بس دائما معروف جوانح. ونحمصه مع السمن أو الزيت مثل ما حكينا، كل واحد في ناس تحب الاكل دسم كثير ومش فرقاني مع اذا طلع لك كرش ولا صار عندها. لخبركم شغلي، انا كان عندي كرش من فتره من شهر ونص، بس هلا عملت دايت ومشي الحال الحمد لله. اوكي من دبل البصله تدبل بشكل ما تكون تنطبخ بشكل ما نحس بطعمه البصله لما ناكل الاكل، ضروري ناكل البصل نحس فيها بقرش صغيرة. البصلة مش ضروري تتحمر كتير، مش ضروري، ما منضيف لأي شيء مثل ما حكينا، بس منتبلها بشوية ملح. الملح مشان الملح بيدبلها، وشوية فلفل أبيض، وشوية فلفل أسود، رشة بقدونس، منضيف لها ورقة الغار مثل ما حكينا كثير ضروري، ورقة الغار، عود القرفي، ورقة الغار والقرفي مثل ما حكينا إنه بتقضي على اي ريحه من اللحمه، لانه احيانا اللحامين ما شاء الله عليهم بيبيعونا لحم بيقولوا الخروف بيبي وبكون اخر عمره. هلا مثل ما بعد ما حمصنا مثل ما شايفين هالمنظر الحلو البصلي، يمي بنضيف له البندوره الفريش، وانا قلت لكم بندوره الفريش مو كتير أساسية بالنسبة لإلي بقدر ما البندورة المعلبة يلي هي بالموسم يوم الموسم طالعة. خلينا نحمصها مع بعض شوي، تاخد بس هيك شيء تتجانس مع بعضها. منضيف لها البندورة السكر المعلبة اللي رح تعطيها نكهة ممتازة. اوكي بعد ما ضفنا صلصة البندورة بنضيف لها شوية رب البندورة كمان عشان ناخد القوام السميك، يعني تكون ما تكون مريئة. اوكي بعد كل هالحركات هيدي كلياتها بنخلصها، بنجيب اللحمة الكفتة اللي عملناها بالفرن وبنضيفها بالمي اللي طالعة منها، وهيدي خلص الكب مش رح نجلي نتعذب ست البيت. هلا نطلع نترك الكل الخليط هون يلي هو بصل والبندوره ومع البهارات
مع اللحم المفرومي كرات، بتركهم كلهم مع بعض ينطبخوا. مثل ما شايفين هالمنظر، شطة ريالتي انا هلا صار بدي اوكي هلا هيك بنتركها هلا تنطبخ مع بعضها، يعني اكثر شيء ربع ساعة مش اكثر. كمان هلا بنترككم شيء فاصل بسيط وبنرجع لكم. رجعنا لكم بعد البريك البسيط، فخلينا نشوف نطلع على الاكل اللي عملنا داود باشا كيف طلعت، كيف صار شكلها، والرز المفلفل كيف صار شكله. خلينا نشيك على الرز اول شيء. جاهز كمان داود باشا، كمان جاهزه. يا سلام مع البهارات، مع عود القرفه، رز بشعيريه. واو جاهز. هلا بدنا فورا نقدم لكم، نعمل طريقه التقديم. شغله كثير كثير بسيطه. نفتح على الرز اول شيء طبعا مشان البخار كله يطلع، وبنحاول انه نقلبه ونشوف. انا بحب الرز المصري كثير صراحه بدون تحيز يعني، بس يمكن نربيت عليه، مو يمكن اكيد. هلا راح نساوي فورا، نحط كعبي لست البيت، بدل ما تنحط مثلا اذا عندك اشخاص وحابة تحطي كل شخص بصحنه لوحده، الرز والداود الباشا بهالطريقة هي سهلة كتير كتير. بالصحن هون كمان منجيب داود، حبات داود الباشا نحطها بالصحن جنبه هون، صفة بهالطريقة هي. طبعا لكل شخص يعني شي 200 جرام 200 جرام جرام مثلا، ويحط الصلصة عليها هيك، لأنه أكثر من هيك لأنه بيكون عندنا كمان سلطات وشوربة وأكلات تانية بتكفي يعني. فهلأ هيك ما رح أحط أكثر من هيك أنا بالصحن. باشا منشيل الرز، نشيل بهالطريقة هاي، بنشوف الصحن كيف صار. هنا الصحن هيك، من زين الصحن برشة بقدونس خضراء، ومنتابع فيها كمان بالصنوبر. ضيعت الصنوبر هون، ايوه صنوبر هيك، لانه داود باشا لازم صنوبر، بيعشق الصنوبر بيزعل بعدين. جنب الرز كمان هيك بيكون طبق داود باشا جاهز، برشة بسيطة على الرز هيك مشان ما يزعل كمان هون، ياخذ خضر لون اخضر، بكون صار داود باشا هون جاهز بالطبق لست البيت وللي صايمين صحتين وهنا. وان شاء الله يا رب بيعجبكم وخبرونا بالهنا والشفا ان شاء الله. وبنلتقي بكره ان شاء الله بطبق جديد وبطلة جديدة. اهلا وسهلا فيكم، مع السلامة. We'll be right back.